خلاص كده. تعالى شيلنا الحاجات دي. انت متشيلش؟ تمام، ده ما بيشيلش. تريننج كامب اقدر احطه هنا. يلا يا عم روح ابني. تمام، الاويل بامب يعني كده حبة كده. كانون تيرتل محتاجينه جدا 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 جدا، بس محتاجين ناس تشتغل. فاحنا ازاي بقى هنجيب ناس؟ انا مش عارف، حرفيا حرفيا انا مش عارف. ثاني الناس المفروض بتجيب 1000 في الثانية، في الثانية في الدقيقة. مش عايزة من حاجة. دي بتجيب كام؟ بتجيب 1000 في المينت. اوكي، مش بجيب حاجة في المينت. هندرب مين؟ عايزين بيردر بيلدر، وعايزين جنر، وعايزين بيلدر. حبة بيلدر كده عشان يبنوا لنا كذا حاجة مع بعض. انا حاسس ان انا بلعب لعبة جنرال، ولكن خلينا بس نجيبهم كده. تعال تعال تعال، انا هوقفهم على الحدود. لا مش انت، مش انت، مش انت، مش انت متخلف. تعال يا بيلدر متخلف، هوقفهم على الحدود عشان لو جه اي حاجة. ده عايز اطلعهم يقوم من المكان ده، مشيش مع حد، هما يتمشوا. لا متخلف، مشيش معاهم. تمام، خلينا بقى نسيب ده في حاله ونشوف لنا مناطق زراعية. بنينا كده مزرعة، البلدرز هيروح يضربوها في ثواني. طب ده حاجة حلوة. تمام، طب احنا نقدر هنبني تاني. طب هنقدر نبني تاني، ولكن لما ناحية الارض، الارض اللي جنبنا دي، انا حاسس ان انا بقيت ذكي جدا، وحاجة جميلة يعني. تمام، هو ممكن يقولنا من الناحية دي، ممكن يقولنا من الناحية دي، فانا هحطها في الناحية دي عشان اي حاجة جت بوم بطخ موت. مش احنا الموت، هما اللي يموتوا. بس كده اشتراك. تمام تمام خلينا نتبرع لهم بميت روبوكس. لو الفيديو ده جه عليه 100 لايك هتبرع لكم 100 روبوكس لكل واحد. اشتري دلوقتي ونتبرع لكم، بس لما تدوسوا على الاشتراك تكتبوا اساميكم، وانا اختار عشوائي واحد واديله. طبعا هوزع 100 روبوكس، فهشوف جايلي كام تعليق. تمام، شوف جايلي كام تعليق وكده احط على حسب التعليقات. عايزين احط هاوس. تمام، يلا بيلدرز روح يا برايدرز. طبعا المفروض خلينا نشوف ده بيعمل ايه. ده ريز جورنز، فيلم ريز جورنز ده. ايه ده؟ ماشي، نقدر نبني حاجة تانية. ده لو جبت واحد مثلا جبته هنا. طب ده حط فين؟ ما عندناش جولد ماين. ده احنا مش عارفين نحطه، احنا تقريبا مش هننفع نتجاوز الحتة دي، فاحنا عايزين نشيل دي. نجرب نحط ده اهو اتحط. طبعا لازم نسيب فارم يعني، فهنمسح دي برضو. ونيجي نحط عشان بيجي لنا فلوس اكتر. انا عايز اعمل منطقة للبيوت فقط، ودي تبقى للصناعة والحاجات وكده. واحنا خلينا نشيل 50 تقريبا شخص في المدينة.
عايزين نعمل المكان هيكون هنا، تمام؟ يكون هنا بعيد عن الحاجات، هنا بقى بيوت الفلاحين وهنا بيوت العادية بقى بتاعت الناس اللي بيشتغلوا يجيبوا لنا حاجات حلوة في البلد. تمام تمام مش تمام، حاسس مش تمام الموضوع. تمام خلينا نعمل مستشفى عند المواطنين الكويسين. كده تمام، مفيش غير مكان الزراعة واحد بس، يعني دي مش هتعالج، دي مش هتعالج غير ال خلينا ناخد ده ونوديه، لا نوديه هنا. لا تبدأ الحرب، يلا العركة بدأت من عيزود. بشتمون يوسف حمد ديروج شرع دوف كلمة بوندو اي او كالبيرو صمت السيد على اسمي اعرف علشان الخير. عملت في كل دي ابواب، طب هي دي منطقتهم، دي منطقتهم كده 900 يا عم. خلاص ما تجوش هنا، ما تجوش هنا، عايزين تخسروا تفهموش. عندنا مشكلة دلوقتي، مشكلة كبيرة كمان، اللي احنا مش مرتبين الابواب، ناسي كل حاجة، ماشي الابواب دي دول على فكرة مش تيم سهل، دول تيم قوي، فاحنا لازم ناخد احتياطاتنا. دول بيعالجوا الناس دي، تمام لازم ناخد احتياطاتنا يا شباب. فاحنا هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم حاجة جميلة جدا، هنحط وولز كده 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 وكده وكده وبيدمرون ايه، فاحنا بنحب نحط علينا. طب خلينا نعمل كده ونشيل عشان نعمل بوابة في النص. هو الراجل قاعد يقطعني يا عم، انا مش عايز اعمل كومبات مع اهلك خالص كده، مدينة باظت يا شباب. الله عليا انا نين لايف. الفيديو جاي يتفرج ويتعلم، تعلموا يتعلموا التحكاتي، تعلموا.